أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الثانية ثانوي إعدادي. المكون الذي سنشتغل عليه اليوم هو مكون القراءة، وعنوان النص وهو آفاق الصحة في عصر الحاسوب. وهذا النص مأخوذ من كتاب في رحاب اللغة العربية، الصفحة 154. قبل أن نقرأ هذا النص، وجب أولا أن نجيب عن الأسئلة التمهيدية الآتية: اذكر أهم الأمراض التي تهدد صحة الإنسان وحياته في عصرنا الحالي. ماذا تعرف عن فيروس كورونا المستجد؟ كيف يمكن للإنسان أن يتجنب هذا الوباء؟ ثم ما علاقة الطب بالتكنولوجيا؟ إذن سنبدأ قراءة هذا النص بالقراءة الاستكشافية، بعد ذلك سنمر إلى القراءة التوجيهية، فالقراءة التحليلية، وأخيرا القراءة التركيبية. فيما يخص القراءة الاستكشافية، سنقوم فيها بتأطير النص وتوثيقه، ثم في هذا التأطير سنتعرف على الكاتب وعلى مصدر النص. الكاتب هو الطبيب المصري محمد إيهاب عبد الرحيم، المزداد سنة 1965. حصل على بكالوريوس طب والجراحة من جامعة أسيوط بمصر سنة 1989. عمل طبيبا في وزارة الصحة المصرية لمدة 3 سنوات قبل أن يعمل رئيسا لقسم التأليف والترجمة في مركز تعريب العلوم الصحية بالكويت من 1994 إلى 2007. حصل على مجموعة من الجوائز، منها جائزة أفضل لغوي في العالم سنة 2004، بحيث كان يشتغل بالترجمة. وحصل أيضا على دبلوم في تعزيز الصحة وماجستير في الإعلام الصحي من جامعة كيرتن الأسترالية. من مؤلفاته ثورات في الطب والعلوم، وأيضا الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي. إذا عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، لا شك أنكم تعرفتم على هذا الكاتب وعلى مجال اهتمامه، فهو طبيب، ولا شك أن خبرته الطبية ومعرفته بالتكنولوجيات في هذا المجال سوف يوظفها في كتابة هذا النص. فيما يخص مصدره، فالنص مقتطف من العدد 525 و25 من مجلة العربي، الصادر في غشت سنة 2002، الصفحة 148. أما ملاحظة العتبات والأسناد، نقصد بالعتبات مجموعة من الأسناد التي سوف نلاحظها والتي ستساعدنا في بناء الفرضيات. ومن هذه العتبات العنوان، ثم المشهد، ثم النص. إذن سنسترشد بالأسئلة الآتية: لاحظ العنوان ثم حدد طبيعته التركيبية ودلالته. أبرز نوع المشهد وموضوعه. لاحظ بداية النص ونهايته وعدد فقراته وكلماته المفاتيح. حدد نوع العلاقة القائمة بين العنوان والمشهد والنص. إذا هناك شبكة من العلاقات ما بين هذه الأسناد والعتبات، وكلها ستفضي إلى بناء الفرضيات. إذا اعتمادا على المؤشرات السابقة،
افترض نوعية النص ومجاله وموضوعه. إذن المنتوج المنتظر وهو كالآتي: أتى العنوان جملة اسمية تبرز مستقبل الصحة في عصر التقدم التكنولوجي الذي يعتبر الحاسوب أحد مظاهره. أما المشهد فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية تبرز فريقا من الأطباء يستعد لإجراء عملية جراحية، معتمدين في ذلك على بعض الأجهزة التكنولوجية المتطورة. أما النص فهو بدون شك كما لاحظتم يتكون من 5 فقرات، تتحدث بدايته عن العلاقة بين التطبيب عن بعد واستخدام المعلومات والاتصالات الإلكترونية، في حين يختتم ببعض الفوائد التي يحققها هذا النوع من التطبيب. أما العلاقة القائمة بين هذه الأسناد فهي علاقة تكامل، حيث إنها تفسر مستقبل الرعاية الصحية من خلال توظيف الوسائل التكنولوجية. إذن من خلال كل هذه المؤشرات، لا شك عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة أنكم افترضتم ما يلي: أن النص نص تفسيري ينتمي إلى المجال السكاني، يوضح فيه الكاتب أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الطبي. وإذا أردنا أن نتحقق من صحة هذه الفرضيات، ما علينا إلا أن نقوم بالقراءة التوجيهية للنص، ولا بد أولا أن نقوم بقراءة النص قراءة فصيحة ومتدبرة، ولا مانع من إعادة قراءة النص أكثر من مرة حتى نتقن القراءة ونتمهر عليها. إذن النص كما هو سابق ذكره هو مأخوذ من كتاب في رحاب اللغة العربية، الصفحة 154. فيما يخص فهم النص، لابد من شرح الكلمات الغامضة، وسنقتصر على الكلمات المفاتيح، إلا أن الشرح ينبغي أن يكون مطابقا لسياق النص. وأقترح عليكم فيما يلي مجموعة من الكلمات، مثلا التشخيص، مآل، أنماط، الانحصار، والتطبيب، وهي الكلمات الأكثر ورودا في النص أو الكلمات المفاتيح. بعد ذلك يمكنك أن تحدد المضمون العام للنص وتصوغه على شكل فكرة عامة، ثم بعد ذلك عليك أن تحدد الأفكار الأساسية لكل فقرة من فقرات النص. أما المنتوج المنتظر، الكلمات وشرحها: التشخيص هو رصد أعراض المرض لتحديد نوعه. مآل هو مصير ومستقبل، فنقول آل إلى الشيء أي صار إليه. أما أنماط فهو جمع نمط وهو النوع. فيما يخص الانحسار هو التراجع. التطبيب هو معالجة المريض ومداواته. فيما يخص الفكرة العامة، لا شك أنكم توصلتم إلى فكرة تقارب هذه الفكرة، وهي بيان الكاتب مستقبل الطب باستعمال تكنولوجيا المعلومات من خلال مظاهره وفوائده العديدة. أما الأفكار الأساسية فهي كالتالي: تعريف مفهوم التطبيب عن بعد والخدمات التي يقدمها للمريض، الوسائل التكنولوجية التي يعتمدها التطبيب عن بعد من أجل تسهيل معالجة المرضى، الآثار الإيجابية المرتقبة للتطبيب عن بعد
والعوائق التي تقف أمامه. ولا شك أنكم لاحظتم أننا توصلنا إلى 3 أفكار، يمكن أن تتوصلوا إلى أكثر أو أقل حسب فهمكم للنص. فيما يخص القراءة التحليلية، لابد أن نتوقف عند عناصر الخطاب التفسيري ما دام أن النص تفسيري. إذن أعد قراءة النص ثم حدد القضية المحورية وكيف فسرها الكاتب. لاحظوا معي هذا الجدول. القضية الكبرى في النص وهي أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في الطب، وقد فسرها الكاتب على النحو الآتي: في الفقرة الأولى تحسين العناية بالمرضى، في الفقرة الثانية نقل المعلومات الطبية اللازمة للتشخيص والعلاج والتوعية الصحية، الفقرة الثالثة إرسال بيانات مراقبة المرضى من المنزل إلى العيادة، الفقرة الرابعة انخفاض تكاليف التطبيب ثم تقديم الرعاية الطبية في المناطق الريفية، الفقرة الخامسة تغيير أنماط الرعاية الصحية وتحسين صحة البشر وخفض تكاليف العلاج. إذن هذه القضية الجزئية هي فسرت لنا القضية الكبرى والمحورية. أما فيما يخص المعجم المهيمن، فلاحظنا على أن النص تمحور حول علاقة الطب بالتكنولوجيا. إذن ما عليك إلا أن تحدد وأن تحددي ما يدل على هذين المعجمين مبرزا أو مبرزة العلاقة القائمة بينهما ووظيفتهما في النص. إذا لاحظوا معي هذا الجدول، المعجم الدال على الطب، لدينا مجموعة من المفردات كالصحة، العلاج، التطبيب، الطبية، المرضى، الرعاية الصحية، الأمراض الجلدية، المريض. أما المعجم الدال على التكنولوجيا نجد الاتصالات الإلكترونية، شبكة الإنترنت، الإعلاميات، الحاسوب، التكنولوجيا، التقنية الحديثة. في حين العلاقة بينهما ستلاحظون على أنها علاقة تكامل، لأن التكنولوجيا دائما تحسن ومن شأنها أن تحسن الخدمات الطبية. أما وظيفتهما فهما معا يبرزان المجال الذي ينتمي إليه النص، وهو المجال السكاني. أما الأساليب البلاغية فيمكنك أن تتوصل إلى مجموعة من الأساليب، ولكن نقترح عليك الأساليب الآتية والتي تلعب وظيفة التفسير في النص. مثلا الترادف من خلال قول الكاتب الرعاية والعناية، أسماء التفضيل منها مثلا أوسع وأرحب، التأكيد في قوله إن الإمكانات أيضا تثبت أن هذا النوع، فهو يؤكد ويفسر في نفس الوقت. أما فيما يخص قيمة النص، فالقيمة ينبغي أن نربطها بمجاله. فهناك قيمة سكانية تلخصها لنا أو يلخصها لنا المثل السائر: الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المريض. فيما يخص القراءة التركيبية للنص، صغ بأسلوبك الخاص فقرة تلخص فيها أهم الأفكار التي وردت في النص مع التعليق عليها. إذن يمكنك أن تصوغ لنا فقرة منسجمة بأسلوبك الخاص تعبر فيها عما فهمته من هذا النص، ولكن بشرط أن تبرز رأيك وموقفك مع التعليل. ونقترح عليك الفقرة الآتية: سلط الكاتب الضوء في هذا النص على أهمية التطبيب عن بعد باعتباره تقنية حديثة ومتطورة تهدف إلى تحسين الصحة وتقديم خدمات طبية أكثر جودة وفعالية، إضافة إلى تبادل المعلومات الطبية بين الطبيب المختص والمريض. وبذلك فإن تكنولوجيا المعلومات تساهم في الدفع بالطب إلى الأمام رغم كل التحديات
التي تقف في طريق هذه التقنيات الحديثة. آخر خطوة وهي نشاط الاستثمار، حيث سوف نقوم بنشاط على شكل امتدادات لهذا النص. إذن بعد دراستك لهذا النص، أنجز ملفاً وثائقياً تبرز فيه كيف يمكن للوسائل التكنولوجية الحديثة أن تساهم في الحد من انتشار وباء كورونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.